يا لا 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 يا لا يا لا يا لا 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 يا لا يا لا يا لا 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 يا لا لا يا لا. قرأت بيتا لنزار قباني رائع جدا. يقول نزار: الحب في الأرض بعض من تخيلنا، لو لم نجده عليها لاخترعناه. أترك لكم الخيال في فهم البيت. جمعتنا المحبة بكم وأبدعنا بدعمكم، حبكم لنا وتقديركم وقود استمرارنا. بأرقى مشاعر الحب أقول لكم شكرا لكم. أنا عبد الرحمن الخضيري في فقرة ريتينج جنتل 54، هذه الفقرة المحبوبة لديكم، المرغوبة لديكم، المؤثرة للبعض. في هذه الفقرة شفنا مواهب جدا 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 جميلة. استمتعنا في هذه الفقرة، هي امتداد لفقرة الأستاذ أحمد اللي هي دروب. برضه أنا على الصعيد الشخصي استفدت كثير من الأستاذ أحمد، ما قصر ما شاء الله تبارك الله. بالوقت نفسه أنا أشوف فيكم تطور أكثر، وهذا فخر لي وفخر لنا جميع. وشكرا لك أستاذ أحمد، بيض الله وجهك. الله يسلمك، شكر لك، الشكر لله وحده أولا. هلا والله أخي عبد الرحمن، يعطيك العافية. الأمور اليوم رحب فيك ورحب في المتسابقين ورحب في الجماهير ومتابعين الأخوة والمشاهدين والمشاهدات. والله الأمور طيبة اليوم، لا تزال فقرة ريتينج، فقرة المفاجآت، هي خليني أسميها فقرة عصر الأفكار وإخراج الجميل اللي بدواخل الشباب. جميل، نعم. واللي شفناه ما شاء الله تبارك الله أضعاف أضعاف. الفقرة هذه راح نعطيكم الخيار، بيكون لكم الإبداع أكثر، بيكون لكم التميز أكثر، لكن بيكون التقييم شوي قاسي، فأعذرونا، أعطيناكم مساحة، أعطونا إبداع مثل ما تعودنا عليكم من الفقرات اللي قبل. بالبداية لا ننسى أعزائنا المشاهدين المشاركة في فقرة جنتل 54، راح يكون لكم جزء من التقييم، وراح نستمتع احنا وياكم بعض التغريدات الجميلة، سواء ملاحظات، سواء إبداء رأي، سواء إطراء، فلا تحرمونا من تغريداتكم. الشغلة الثانية التذكير بوقف كفالة اليتيم بمكة المكرمة لجمعية رؤوم، وفي حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: أنا وكافي اليتيم كهتين في الجنة. طيب، العدد كامل ولا باقي؟ باقي شوي. طيب، نشرح لكم الفكرة على عجل. راح نوزع الأرقام، بس ودي لهنت حد الشباب. يكون توزيع الأرقام عليكم 19 متسابق. وعليكم السلام، هلا الله يبقيك. راح يكون عندنا خمس مجموعات. خمس مجموعات راح نطرح مواضيع أنتم ترتبونها، نعطيكم دقيقة واحدة ترتبونها، بعدها راح نسحب بالقرعة من خمس المجموعات هذه ونشوف إبداعكم. لا ننسى نذكركم أنه التقييم راح يكون على جميع الحلقات اللي كانت قبل من أول حلقة، فجميع المهارات راح تكون، واللي شفناه ما شاء الله تبارك الله مرة 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 أجمل من اللي كنا رسمينه حنا. طيب، فيها في تو قبل الفقرة كنا نتكلم أنا وأستاذ أحمد عن ال الأنا والشي؟ الأنا المحمودة والأنا المذمومة. الأنا المحمودة والأنا المذمومة. هذه شرحناها يوم الثلاثاء. في قاعد أغششكم ترى في يعني. في فقرة دروب. أنا ضربت بنبي الله يوسف عندما قال لملك مصر: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. هو هذه ما فيها غرور ولا شوفة نفس، هذا إنسان قاعد يقدم الإمكانيات والمواهب وقدراته ولم يحتقر من آخرين أبدا. بينما أنا إبليس التي قالها في السماء عندما أمر بالسجود لأبونا آدم قال: أنا خير منه. هو قاعد ما قاعد يبين إيش اللي عنده، هو يبغى يحتقر الآخرين، فهذه أنا غرور. الأنا لنبي الله يوسف هي أنا ثقة بالنفس، ما فيها غرور، قاعد يقدم إمكانياته
ويعرض الخدمات اللي يقدر يقدمها، وهذا جزء من الذكاء الإعلامي. صحيح. طيب الأرقام محددة عندكم صح؟ ودي لها أنتم بس من واحد إلين تكون كذا تسلسلية عشان يكون الجروبات بجنب بعض. طيب أشرح لكم المواضيع الأساسية اللي نبيها منكم. طيب عندكم مشهد سم، وش عدم مقابل؟ ممكن الرقم خطأ. طيب افتح المايكات بس يا شباب. طيب نبدأ من واحد. عدم المقابلة؟ اي عدم المقابلة طلع لي. ايش ما ادري. انت متأكد؟ تأكد يا. من اللي طلع عدم المقابلة؟ من هم؟ اتوقع بالخطأ الورقة هذه. يمكن ورقة واحدة كانت بالغلط يعني. مكتوب عدم المقابلة. طيب واحد من؟ واحد. واحد اثنين. ثلاثة بعده. أربعة. أربعة. سبعة. خمسة ستة سبعة. أنا ستة جنيه يا شباب. الأرقام جميل. عندنا من واحد إلين أربعة، هذولا مجموعة إلين عبد العزيز. كم رقم هم من خمسة؟ 11. كم رقم سلطان؟ كم معك؟ 5. خمسة يا شباب. خمسة عندي هنا لهند جنب عبد العزيز. واحد معي 15 والله. ستة. ستة من؟ تسلسل يا شباب. شباب ما جوا كاملين إلى الآن، هذه المشكلة اللي دائما نواجهها يعني. طيب طيب الموجودين قربوا، مي خالف قدموا قدموا مي خالف. قدم قدام سعد، ما عندك مشكلة. قدام عبد العزيز مي خالف. كم؟ طبعا للأسف اللي يجي متأخر في خصم. نواف عقاب موجود، نرسل تعازينا النواف والوالدف والله يغفر لهم ويرحمه المتوفي، وبرضه القبيلة مطير نسأل الله له الرحمة ويسكنوا في سيح جناته. طيب جبر لهنت رشيد رحب سماء هلا والله غلط. طيب نبدأ بالموجودين. من طاهر إلين عبد العزيز أربعة، أنتم مجموعة. من تركي إلين عبد العزيز تكونون وراء أنتم عشان تصيرون مجموعة جميع. ستة. ستة معي من أول شيء. أيوة أربعة 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 ثلاثة. طيب الفقرات اللي عندنا مشهد رقم واحد، رقم اثنين فقرة من فقرات جنتل، رقم ثلاثة لقاء تلفزيوني، رقم أربعة فكرة مبتكرة من عندكم، رقم خمسة إعلان. تختارون من حد هالأشياء هذه. نعطيكم كذا دقيقة، كل مجموعة تجهز، سواء تختار مشهد، سواء تختار فقرة من فقرات جنتل، سواء لقاء تلفزيوني، سواء فكرة مبتكرة، إعلان، عادي تجمعونها كلها كذا جميع. طيب تركي أنت لين عبد العزيز. عبد الله لهنت أنت وراء. إيه مجموعة ثانية. عندنا أربعة 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 إلين سلطان. إلين. أنا سأقول. حلو. عندك من عبد الله إلين سلطان. سلطان آل سعد. من عبد الله إلين سلطان أنت مجموعة. بعد المجموعة إلين عبد الله. يبقى علي ورشيد واللي بيجي. خلي الارقام خلي الارقام خلاص خلي الارقام. في اعلان. عندكم مشهد، ترى الوقت يحسب، مشهد ولا فقره من فقرات جنتل ولا لقاء تلفزيوني ولا فكره مبتكره ولا اعلان. جهزوا لكم فكره الحين انتم. جميل. الوقت كم معنا؟ كيف انتم بيجي معكم واحد الحين ثلاثه صرون ثلاثة، فطبعا يكون السحب عشوائي، المجموعة الأولى الثانية الثالثة الرابعة. الوقت كم اللي معنا إذا طلعنا؟ الوقت إذا طلعتوا معاكم أربع دقائق. خلوا حياكم طيب. جهزوا الفكرة بسرعة. عندكم دقيقة واحدة. شو رأيكم؟ عطونا إبداعاتكم، عطونا ابتكاراتكم، عطونا أفكاركم. إيش تبدأ فيه طيب؟ عبد الرحمن اختاروا العنوان حنا ولا أنتم؟ أنتم اختاروا اللي تختارون. عندكم مشهد ولا فقرة من فقرات جنتل ولا لقاء تلفزيوني ولا فكرة مبتكرة ولا إعلان، اختاروا اللي تبون. تقول والله إحنا عندنا مشهد، جهزوا الحين فكرة عشان لما نسحب تطلعون على طول.
هذا صناعة المحتوى السريع. يعني احنا اعطيناكم الفكرة خلال دقيقة واحدة تصير جاهزة كذا. في واحد انا اللي اشوف مجموعة واحدة ومجموعتين هم اللي متحمسين، الباقيين قاعدين كذا بس انتظار، جلسي كراسي انتظار. سم تمام الوضع. طيب باقي نص دقيقة ونبدأ السحب على المجموعات. ها يا بداح تفكر، خلصتوا كلش؟ جاهزين على طول؟ كفو كفو، الله على إبداع. الله إبداع، افتح المايك. كيف مشهد؟ اعتبر مشهد. أيمن كيف الوضع؟ الأمور طيبة؟ سم اخترنا الفقرة اللي نبغاها. حلو، جهزوا الفكرة، فقرة حياكم اللي في جنتك. كيف لا تقول لي لما تيجي جهزوها لما تكونوا موجودين هنا على على على, على طول كذا. اذا جاء دور مجموعتكم طيب الفكره. هذه الفازه للمجموعات بيكون السحب عشوائي عند الاستاذ احمد. عندنا قلنا المجموعه الاولى، المجموعه الثانيه، المجموعه الثالثه اللي خلف، المجموعه الرابعه، الخامسه اللي هو انتم رشيد وعلي ومعكم مين؟ ما قام من باقي من الشباب لازم معكم واحد، باقي واحد نواف جاي. طيب نبدا ميخالف نسحب يا استاذ احمد. المجموعه المجموعه الخامسه اخذها مشوار لما يكتمل. كيف طيب عشان المشهد عادي ثلاثة ليش لا؟ ها؟ اي عادي بس المايك انتوا أربعة شلون ثلاثة؟ يعني بتطلعون واحد؟ أربعة. انتم أربعة في مجموعة واحدة ثلاثة فقط، الأخيرة هي مجموعة ثلاثة. أربعة من اللي ثلاثة يا ربع اثنين معهم نواف بيكون ثلاثة. أنا داري نسحب واحدة ثانية. نواف عندنا مشهد أنا رجال مرتبين له صار له كم يوم. طيب أول مجموعة عندنا المجموعة الثانية أربعة تركي وسعد. إيه منو اللي معك؟ منو اللي معك؟ سعد من اللي معنا؟ إيش تعال جنب رشيد يلا جو يرجعون ورا. حياكم الله. طبعا الوقت اللي عندكم أجل. أربع دقائق. يا رشيد يبرد برودة يذبح. 3 2 انت بو ورقة؟ ما أدري. لا تمام تمام الله نبغى حقك. هذه سم اللي سحب عليه ولا اللي بقى؟ أنا واحدة ما فيها أسئلة. هذه مستعدين؟ أقرب طيب 3 2 1 اكشن. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على اشرف الانبياء واتم المرسلين سيدنا محمد عليه افضل الصلاة واتم التسليم. مشاهدينا الكرام حياكم الله ومرحبا ومسهلا في فقرة حياكم من برنامج جنتل 54 المعروض على قناة الواقع الفضائية. الليلة ستكون ليلة استثنائية بحضور نخبة من الشعراء وأيضا الإعلاميين وأيضا المنشدين. طبعا أول ضيف معنا اليوم هو المنشد سعد الطويل. حياك الله يا سعد. الله يبقيك طول لي عمرك. يا مرحبا بك ومسهلا، الله يسعد لي مساك ومسا المشاهدين وأخواننا المتسابقين، ونشكر قناة الواقع اللي أتاحوا لنا الفرصة نحن نشارك معكم ذا الليل. مرحبا إن شاء الله نحن نقدم اللي يرضيكم. مرحبا يا مرحبا ومسهلا يا سعد وحياك الله. طبعا الضيف الثاني الشاعر تركي غويزن طيري. حياك الله يا تركي. مرحبا بك يا سعود، حياك الله. الليله متشرفين ان نكون معك، والليله اعتبرها ليله من ليالي العيد الله يحفظك. مرحبا والله ومسهلا وحياكم الله وشرفتونا. اما النجم الثالث اللي هو الاعلامي عبد العزيز المغيري. مرحبا ومسهلا يا عبد العزيز. ومسهلا يا اخوي سعود، والله انه الشرف لي الظهور على شاشه قناه الواقع، ولي الشرف برضو الاستضافه منك يا استاذ سعود. مرحبا ومسهلا وحياكم الله.
أول سؤال لنجمنا سعد الطويل، منشد ومتألق وجميل، منشد تميز في أداء المنكوس، فنبغاك تسمعنا شيء من المنكوس للمشاهدين. خاطري دارو هيا علي تدارون اليتيم، وانبكت عيني من دمع لا تنهو نها. سلامتك سلامت سلامتك صح الله لسانك صوتك والله يعطيك العافيه. الله يعافيك. صوت جميل صراحه. الله يسلمك. وجودك معنا هذه الليله اضافه لنا. اما النجم الاخر اللي هو تركي، شاعر تركي غويزي انطيري. تركي شبابك ابو محمد، شرفتنا الليله. الله يرفع قدرك يشرف مقامك. نبغى قصيده تحس انها قريبه منك. والله القصيده القريب واجد، لكن احنا على باب شتاء وطمعانين بالامطار. الله يرزق البلاد والعباد. اللهم امين. سمعك شيء بسيط يقول: يلا بنوم مخايله من اليمه، بوادر الوسم تنشي صبح وتماسي، بوادر الوسم تنشي صبح وتماسي، على مدى الوسم ما به دعب ما دمه، هتان غيثه يعل الارض ويواسي، بمرك على المملكة تضفيه وتعمه، وتحيي ديار عقب ما هي بيباسي، وتفرح بها أهل الدبش وان وجهت يمه، ولا هي بتحتاج في الوجهة العساسي. سلام. سلامتكم. صح الله لسانك يا تركي. شاعر متألق، وأيضا في كتابتك للشعر نادر من نوعه. النجم الثالث معنا لهذه الليلة الإعلامي عبد العزيز المغير. عبد العزيز المغير، أنت شاركت في برنامج جنت للمعروض على قناة الواقع. صحيح. فنبغى منك طال عمرك تحدثنا عن تجربتك في هذا البرنامج. والله شوف، أنا أخوك عبد العزيز ما كان عنده الخبرة في الإعلام، من خلال برنامج جنتل وبعد ما شاركت فيه حصلت على الخبرة الإعلامية من توصياتهم، من الدروس اللي كانوا يعطوناها من خلال الإعلام الصحيح، توجيهاتهم. ففضل من الله وقناة الواقع، عبد العزيز إن شاء الله أنه إعلامي ناجح. الله يوفقك والله يعطيك العافية. الله يعافيك. طبعا حنا ودنا أن الوقت يساعدنا وناخذ منكم مشاركات. الله يسعدك. ولكن الوقت محدود، فما نبغى نتأخر. فأيضا نذكر المشاهدين قبل الختام بوقف اليتيم في مكة المكرمة التابع لجمعية رفحة، حيث أن السهم 300 ريال تقدر تتبرع بها بنيتك أو نية أحد أقربائك أو نية أي شخص حتى لو كان متوفي. فبادروا والله يعطيكم العافية. إلى هنا ونختم معاكم، والله يعطيكم العافية، وشكرا لمشاعركم الطيبة ومشاركتنا في الهاشتاج. والله يعطيكم العافية وودعناكم. شكرا. استذكر جمعية وليس رفحة. لا، جمعية روم. انت قلت رفحة. محافظة رفحة. اوكي. ما قلت روم حتى غششوك شباب، بس عادي يعني. ما شاء الله تبارك الله. سعود على الوقت بالضبط. فعمل الوقت عندكم 10 من 10 ما شاء الله تبارك الله. لفت انتباهي تفاعلكم جميعا مع سعود، نظراتكم للمقدم، أداءكم مرة جميل. أستاذ أحمد. هلا والله. طبعا سعود، موهبتك تقديم صح؟ إيه؟ ما شاء الله جميل جدا. طبعا بس كان عندي ملاحظة بسيطة بس. سم طالما. الترقيم ما ترقم الأشخاص، ترقم الأحداث، إلا إذا هم متنافسين أول ثاني ثالث. يعني ما تقول الضيف الأول، الآخر، الثاني، الثالث في البدايات. عرفت؟ أنت قلت في البداية معي 3 ضيوف، الشاعر فلان، الشاعر كذا، ما تقول ضيفنا الثاني، ضيفنا الثالث. الترقيم للأشياء وليس الأشخاص. أكيد. أنا ليش رقمت الأشخاص اللي معي؟ لأني ذكرت كنت معي 3 ضيوف. إي صحيح. الضيف الأول اللي هم يشد، الضيف الثاني اللي هو شاعر. خلاص بعدين ما يحتاج تقول الثاني الثالث، أنا هذا قصدي يعني. بس عاد مشكلة حياكم طوالية ما تلامن، لأنك أنت فاجأناك فيها دائما.
فصراحة بدعت، أهني سعد طويل. سعد دائما مبدع ما شاء الله عليه، بلغة جسده، بإلقاءه، بموهبته، بصوته مميز. تركي أيضا كان رائع في كل شيء، بس تركي عبد العزيز شكلك خايف. شوف القعدة، ما رتبت لها بزيادة. شوف القعدة كيف في زي المرتبك يعني، حتى وأنا لما كان سعد أطالع عبد العزيز كذا كأنه مرتبك من شيء ما. حتى يعني أحد التعليقات في تويتر أقراها يعني كتبوا لبغير يضحك وهو شكله جدي. يعني حتى الجمهور، حتى الجمهور لقطوها. بس أهنيكم صراحة، كلكم أبدعتوا، الثقة بالنفس كانت عالية عندكم صراحة. يعطيكم العافية جميعا. الله يعافيك. شكرا لكم وبيض الله وجهكم. ناخذ هذه معنا ولا خلاص؟ والله إذا إن شاء الله نجي يوم من الأيام تكون معك. سهل والله الله يسعد. طيب المجموعة اللي بعدها ناخذ أستاذ أحمد. تفضل اختار انت. عندك أنت. بسم الله. طيب المجموعة الثالثة، المجموعة الثالثة جبر. الثالثة منه الثالثة مجموعة أنت والثالثة صح؟ إيه الثالثة مجموعة. لا عندكم ثالثة هناك. لا الأخيرة هذه الخامسة، هم اللي ناقصين شوي. هلا مرحبا. هذول خايفين شكلهم، لما ناديهم يقول مو لا، هذول هم اللي يقول احنا جاهزين خلاص. آه اوكي تمام. المايكات يا شباب عشان الخصم تكفون. ايش فقرتكم يا شباب بس؟ وش الفقرة فكرتوها انتم؟ بتشوف. اوكي يلا بسم الله. يحكي نفسه جميل. ايش حالك يا ابا؟ ساك طيب؟ ايش علوم؟ ساك بخير؟ والله ابشر كل شيء طيب. ما شاء الله تخرجت معدل طيب. اللهم لك الحمد تستاهل. والله الامور طيبه ابشرك. الحمد لله. وش تخرجت؟ ايش تخصصك؟ تخصصي شكرا. ما شاء الله اعلام. الله يوفقك يا جبر تستاهل كل خير. والله وين الوجه وين عمرك، لكن انت بما انك خبرتك طاعته ان شاء الله. والله ابشر يا جبر، انت ما شاء الله عليك مبدع. جبر كيف آل سعيد؟ شوف المايك صدق ماشي. شغل شغل ما شاء الله. شغل شغل اه اوصل كان ما جينا هو كان اشتغل ولا ولا حاجه. راح عيد المشهد. اسفين بس ما اعطونا الوقت. يقولون يمكن خصم. يمكن انا قد ما ثبت الخصم. اهم شيء ان شاء الله ناخذ تقييم. قد هوزت على قولتهم. ابو مفلح هلا وغلب راجع. يلا حي يا هلا يا هلا. كيف الحال؟ يا مرحبا شلونك؟ شرنا عنك. ساك طيب. يلا حي ابو راجع. الله يبقيك. ابشرك يا ابو مفلح. بشرني. تخرجت من الجامعه ما شاء الله ما شاء الله بعد معاناه خمس سنوات. تستاهل. اللهم لك تستاهل تستاهل. واليوم ابشرك الحصاد. الحين والله عاد ما ندري من الوجه. الله يوفقك. والتخصص ابشرك مثلك اعلامي ابو مفلح. الله يوفقك. لاني والله اني احبك واول شيء نمشي على خطاك. جعل ربي طول بعمرك، ابارك لك وتستاهل يا جبر. طول عمرك. والحمد لله اللي ربي ما ضيع لك تعب. اللهم لك. وين عندك وجهه؟ عندك شيء محدد؟ والله عندك هدف؟ والله يا ابو مفلح اني انا احبك واغليك واشوف خطاك ما شاء الله تبارك الرحمن متجه الاعلام سعدك. وودي انك توجه. والله يا جبر اذا اني بوجهك وبنصحك من محبه يعني من شيء يقول اسال مجرب ولا تسال طبيب. أنا قدمت على قناة الواقع كمتسابق والحين الحمد لله شفني مقدم مقدم فقرة ريتينك والحمد لله. فإذا كان لك طموح تكون مقدم أنا بنصحك قدم كمتسابق في البرنامج اللي بعد البرنامج اللي قدمت فيه الجاي إن شاء الله بيفتحون. شوف الآن تصفيات والإعلان نزل، قدم فيه كمتسابق وإن شاء الله أنا أثق فيك كشخصية وككاريزما انك تطلع منه كمتسابق انك مقدم باذن الله. انا اولا والله العظيم اني انا من محبين قناه الواقع واتمنى امنيتي اني اكون متسابق فيها وش عاد بكون مقدم فيها. لا ان شاء الله انا اثق فيك كاريزماك ان شاء الله بتكون مقدم. انا بروح اشوف الوالد لان الوالد مدقر عند الاعلام. لا لا حتى لا. وانا في الجامعه اهم شيء الوالد يقول لا لا تروح الاعلام خليك حول. اكيد ابو راجع اهم شيء رضا الوالد استاذنا. بيني واذا اعطاك الموافقه تجيني وابشر بسعادتك. بيني بتوصل حياك في وقت الله يستر عليك يا ابو راجع. السلام عليكم. مساك الله بالخير يا ابوي. ارحب يا مرحبا. هلا مرحبا. ارحب يا عبد الله. يا مرحبا. هلا مرحبا. طيبين كيف الحال؟ شلونكم؟ مساكم طيبين؟ مساكم بخير. شلوني عنكم؟ شلونك يا ابوي؟ يا مرحبا الله يسعدك. طيب شلونك يا ابوي؟ طيب بخير امورك. انا مثل ما تشوف مثل ما عندكم خبر انا تخرجت من الجامعه. ما شاء الله. والحين
الامور لابد اني اتجه في الاعلام بما اني متخرج اعلام. فانا استاذ الكيبوي خوي ابداح مقدم في قناه الواقع ونصحني نصيحه قال بما اني اشوف انك في كاريزما وثنى علي ومدحني وانا والله اني ودي قد بغيت تسمع كلام الناس خلني اسمع نوبتك عبد الله يا ابوي مالك ومال الاعلام وانا اخوك راح ادور يا ابوي ابشر بالخير والله العظيم ان كل من دخل قناه الواقع انها عين خير اقول يا رجال انت الاعلام ما هو بلوك يا رجال غيرك خلى لغيرك انت ما انت براي اعلام مالك من كلام والله يا قناه الواقع انها خيرات جميع من ادخلها انها بيوت وخير وسيارات اسمعني تراني طالبك خلك عند ابوك طالبك يا ابوي اسمع اسمع الكلام طالبك اسمع الكلام طالبك تمر وانا ابوك اسمع الكلام يا عبد الله اسمع اسمع عند ابوك صل على محمد خلك عند ابوك وقم بالحلال وخلك عند المزرعه وامنعك من الاعلام اللي بيني انا خمس سنوات انا ادرس والحين اجي الحصاد تقوم يدي الحصاد ما انا ما بروح المزرعه الله بيرزق لا ما بروح المزرعه جالس عند ابوك انا ابي ابوي تفضل تبى الخير انت ابداح هذا ابداح اللي كل ما جيت قلت ابداح 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 قال لي ابداح قلبي ابداح اسمع انت رجال خذ العلم من راسك طالبك تعطيني التم والله ابشر بالخير ان يجيك الخيرات يجيك الارزاق كله وما يعين قناه الواقع تقبله اقول كلمه واحده وانا قناه الواقع تقبل ذا ان كان فيها خير لك الله يوفقك وانا اخوك تقدم وعسى الله يوفقك لا انت ولا اخوك تم تم الله يخليك لي ومن قال لك تضيع من انت مطيع ليه تضيع انا ابوه انا ابوه الله يهديك الله ابو راجح الله حيه يا مرحبا ومسهلا الله يوفقه الرزق عند الله وانا ابوه يا خليته من بيقوم بك ذا عسى عسى تستاهل كلكم فيكم الخير والبركه تستاهل توافق الشايب مشغول في مكان بعيد وذا تعالي 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 ضبطك قبل لا تخلص التصفيات ترى بيخلصون الحق عليها برانك بغير تجيني عني عند باب القناه حياك الله يا هلا ان انا بشيء اللي يسعدهم انا بشيء اللي يرضيهم هلا براجح يا مرحبا حياك الله وافق والله تستاهل كل خير والامور طيبه والحين ابو مفلح يقول انها صعبه لا اسمع مني اسمع مني اسمع مني انت الان علمني بالكاريزما اللي انت تشوف انك ان شاء الله تطبقها 100% انا اعلامي مقدم مقدم خلاص قدم في كمتسابق بس وش اللي تبدع فيه وش اللي تشوف انك تثبت نفسك فيه انا في التقديم في اي مجال انت تحطني فيه في التقديم وفي الاعلام وراجح انا بكلم الرياجيل وبدخلك عطني عطني والله العظيم اني معك عطني مشهد على السريع اعلن اعلن النتيجه زوجني انا خلاص على المركز الاول في برنامج جنتل المتسابق سعد الطويل ما شاء الله يا استاذ ما شاء الله ما شاء الله تبارك الرحمن الله يوفقك الله يوفقك اعلامي جاهز وكاريزما اعلامي وانا اشوف فيك المستقبل باذن الله الله يوفقك روح اقدم الله يستر عليك افتح بيض الله وجهكم الله يسعدكم والله يوفقك يا جبر وان شاء الله تقبل طيب اول شيء في ملاحظه جبر مايكك طافي طبعا هذا سبيكر طيب طبعا هذا عليها خصم حلو لكن انا وجهه نظري لما رجعت انت وجيت طمست الخصم اللي قبل دائما الاعلامي يمر باشياء عثرات مواقف فانا ما يبين بي فانت لما رجعت للامانه لقيته طافي المايك من اول سويت مشهد افضل من المره الاولى لا باور ولا اداء ولا ابتسامه وجهك ما بان فيه اي تعبير فهذه بذي سم طيب الصوت يصل يا منيب فهذه بذي يعني فهذه مره اضافه مره عجبتني صراحه ممكن في ملاحظه واحده انكم كان في تكلم نفس الوقت جميع فهذا الصوت كان من الداخل بداها عجبتني انه لما خلصت مشهدك كملت نفس لاعب الكره اللي يقول لك تحرك من غير كره فهذه ذكاء الاعلام لانه انت ما تدري انت انا قاعد هنا الحين ممكن الكاميرا هذه علي ممكن هذه علي ممكن هذه علي والمشهد هناك فهذا شيء جميل مشهدكم مره جميل ودليل ما شاء الله الشباب انسجموا فلكم التوفيق استاذ اول شيء بسال سؤال الفكره من فيكم انتوا الاربعه والله اخوي ابداح ابداح انا جاي هم منها علمونا كلها تشاركيه مو السيناريو من الذي وضعه ولا من راسكم احنا كنا نبغى تخرج من الجامعة اعلان تخرج ولكن ابداح ضاف عليها برنامج الواقع برنامج انت وقناة الواقع كذا اهنيك لانك انت يعني اللي يشوف المشهد يظن انك انت جالس يومين تحفظ النص يعني ابدعت في هذا الجانب النقطه اللي قالها لو ما كان طافي المايك انا كنت بخصم عليك كثير لانك كنت معطي الجمهور ظهرك في الوقفه بعدين في التصحيح وعدلت الوقفه
حتى لما تقابل شخص انت تجبره انه يلف، يعني انت وانت جاي طبيعي ظهرك للجمهور، هذا الملاحظه الجبر اهنيك عليها، سلمت على ابداع ظهرك للجمهور، بعدين لما توقف تلف كذا تعطيه زاويه عشان، فتخليت ابداع يقابلك. اهني عبد الله صراحه لشغله واحده اتمنى الكل يصفق له. عبد الله يمكن ما تكلم ولكن اللي شاف قاعد تشوف المشهد تعابير الأب الرجل الكبير الرجل المسن ممثل بارع عبد الله صراحة يستاهل أهنيك عليها. نواف أيضا بدع الأخ اللي كله يتحلطم اللي ما يعجبه شيء واللي كسر مجاديف الإخوان صراحة مجموعة أبدعوا كلهم صراحة يعطيكم العافية. بس تأخرتوا في الوقت صح؟ إيه كان شوي تأخر مو شوي ترى أنا طقيت لهم وقلت لهم انتهى الوقت ويمكن تقريبا نص لا دقيقة. أنا لازم تختمها إيه هذا هو، لا هو المفروض يتختم صحيح ولكن يلا يعطيكم العافية إن شاء الله. شكرا أبو يوسف. هلا تبون ناخذ تغريدات؟ خذ تغريدات. ناخذ تغريدات ولا اللي بعدها؟ سم؟ يصل يصل الحين إن شاء الله. تبون تغريدات ولا المجموعة اللي بعدها؟ طيب طيب ناخذ المجموعة هذه بعدها إن شاء الله نغرقكم بتغريدات كثيرة إن شاء الله بإذن الحي القيوم. أبو يوسف نختار مجموعة. تسلم طالع. تسلم. طيب المجموعة الأولى المايك يا سعد الله مساءكم بكل خير ومسرات جمهورنا من خلف الشاشات في برنامج رحلة نجم نستضيف نجوم برنامج الجنتل. نرحب بالجناتل الجنتل نواف المخلفي، كذلك نرحب بالجنتل مخلد الغامدي، ونرحب بالجنتل طاهر باعوين. أهلا. الله يبقيك ويعافيك. الله يحييكم شرفتونا. شرف لنا. وفي البداية نرحب بانضمام الأستاذ سامي الجعوني لإدارة برنامج الواقع. في البداية أهلا وسهلا بك أخوي نواف، ودي تحدثنا وتحدث الجمهور من خلف الشاشات عن تجربتك في برنامج جنتل. أولا الله يمسك بالخير وشكرا لك أخوي عبد العزيز على هذه الاستضافة في برنامج رحلة نجم. مشاركتي في برنامج جنتل كانت نقطة تحول في مسيرتي الإعلامية، وكانت بداية أو انطلاقة النجاح، واستفدت منها الكثير رغم الضغوطات رغم التعب اللي كان فيها. وأنا أقول لكل مبدع أو كل صاحب موهبة أنه يقدم على مثل هذه البرامج ليقدم الكثير ويتعرف على شريحة أكبر من الجمهور. الله يوفقك إن شاء الله أخوي نواف. أخوي مخلد يا مرحبا. يا هلا وغلا يا ودي مثل السؤال اللي سألناه الأخوي نواف، تحدثنا عن تجربتك في برنامج جنتل. أبشر بالسعادة. أول شيء أمسي عليك بالخير ومسي على الجماهير من خلف الشاشات، وسعيد بالاستضافة معك في برنامج رحلة نجم، وبإذن الله أنها تكون حلقة استثنائية ونقدم الرحلة اللي مرينا فيها عشان الأشخاص اللي تابعنا واللي يسمعونا يستفيدون منها. في البداية أنا كان عندي شغف في الإعلام، خاصة فنون الإعلام، فنون الخطابة والإلقاء والتقديم، من أيام الابتدائي وأيام المدرسة والجامعة، فحبيت أني أصقل الموهبة. فيه أكثر من طريقة، لكن الطريقة السريعة لصقل المواهب وتطلع على الشاشات وتعرفك الناس في وقت قصير اللي هو البرامج الواقعية. فقدمنا على برنامج جنتل والحمد لله قبلونا.
عشنا تجربة فيها الزين وفيها الصعوبات وفيها العقبات، ولكن الحمد لله اجتزناها وحصلنا على مراكز متقدمة، وهذا بفضل الله سبحانه وتعالى، بفضل القناة قناة الواقع. فأقدم شكري لقناة الواقع بإدارتها وجميع العاملين فيها، ولهم فضل علي شخصيا وعلى كل المتسابقين اللي كانوا معنا. صراحة حياة الإعلامي بعد البرنامج هي تبدأ فيها الصعوبة. الشخص قبل البرنامج يكون ما هو بعارف كيف يتواصل مع الجمهور، كيف يتواصل مع الناس. فإحنا أخذنا الدورات صقلت من هذه المواهب، من شخصية الإعلامي عشان يصير إعلامي جيد. ما شاء الله، وأنت صقلت نفسك في المواهب يا مكتب. الحمد لله، وتستاهل كل خير. تستاهل الطيب، الله يسعدك. الله يسعدك، وتشرفنا في لقائك مرة أخرى، وفرصة الطيبة اللي جمعتنا بك أنت وأخواني المتسابقين. الله يسعدك أخوي مخلد، ونتمنى لك التوفيق. علما ما شاء الله تبارك الله كان لك فعاليات ومبادرات الله يسعدك وإخوانك الزملاء، وكانت مشهودة. الشخص اللي ما يضع أثر طيب ورسالة يوصلها للجمهور يعتبر انه ما قدم شيء في البرامج. تستاهل، الله يوفقك ان شاء الله، وان شاء الله باذن الله القادم اجمل باذن الله. اهلا وسهلا اخوي طاهر. أهلا. يا مرحبا اخوي من عمان. يا هلا ومرحبا، الله يحييك. يا اهلين اخوي طاهر. انا ابغى اعطيك السؤال اللي يعني ما شاء الله تبارك الله انت ابدعت للامانه في برنامج جنتل وتميزت، توفيق من الله انت والزملاء الباقيين، لكن ابغى اسالك عن فقره زوم. ايش كانت تشكل لك فقره زوم؟ والله كانت ايام جميله صراحة. فقرة زوم، أولا أمسي على جميع المشاهدين وأمسي عليك بالخير، وأشكرك على هذه الاستضافة الجميلة. وبالنسبة عن فقرة زوم، فقرة زوم والله كانت من الفقرات المحببة في وقت البرنامج، لأنها اللي في قلبنا نطلعه في الكوفي شروم. ما كانت تأثر عليكم؟ مرات كانت تأثر إذا كانت في كلمات كذا، أما البرنامج كامل والله إنها كانت من أفضل الفقرات، وكانوا فيها مقدمين مثل سالم حزام وعمر هذال والأسد أو النمر، نمر النقد محمد منصور. نمسي عليهم بالخير، نمسي عليهم بالخير، وبإذن الله بنكون في مكانهم في أقرب وقت بإذن الله. بإذن الله التوفيق إن شاء الله، آمين يا رب. مميزين كذلك. بس سؤال أخير أخوي نواف أختم فيه، فقرة ريتينج. طيب عذرا اخواني الضيوف، داهمنا الوقت. نختم اول شيء بالشكر لكم لحضوركم وشرفتونا. نشكرك على هذه الاستضافه، كذلك نشكر اخواننا الجمهور المشاهدين من خلف الشاشات. نعدكم باذن الله في فقرات قادمه نستضيف من خلالها نجوم الجنتل. استودعكم الله ونراكم على خير. بيض الله وجيهكم. شكرا، شكرا. دهمتنا يا مخرج، دهمتنا بالوقت، طولت. نبغى ريتك، نبغى شوي كذا نطلع قبلها 15 دقيقه اتكلم. بيض الله وجيهكم. شكرا. انا عندي سؤال واحد مخرج، وينك قبل؟ موجود. انا فعلا السؤال هذا، وينك قبل؟ يعني ما شاء الله تبارك الله، لا اداء، نبره الصوت، الوقفات، يعني أنا بالنسبة لي مخلد أنت كأنك أول مرة تصعد على المسرح. مخلد اللي قبل اللي كان فهمت عيد مو بهذا هو هذا ما شفت ذي، وينك أنت قبل؟ أنا موجود، لكن على حسب الدور اللي نوضعنا فيه والحمد لله. دور طيب، أنت مقدم، هذاك ما شاء الله تعايشت بشكل أنا بالنسبة لي مرة انسجمت يعني فعلا كذا دور الكاميرات يعني، فما شاء الله تبارك الله. وقدم فقرة منعطف بعد قبل. عندنا فقرة الأسبوع اللي راح سويناها، وإن شاء الله كل أسبوع كم معنا ضيف من المتسابقين. عندي هالسؤال هذا واللي شفته ما شاء الله مره جميل، اترك التعليق عند الاستاذ احمد. فعلا مخلد كان مختفي، بس مخلد من الناس، يمكن قبل لا نطلع الهواء انت سالتني ايش رايك في الشباب، قلت لك في ناس اسبوع عن اسبوع قاعد تشوفهم يتطورون ومخلد احدهم يعني. بس يمكن تمنيت ان مخلد كان يعمل هولد للتايم، ما تطول لأنه أنت عارف الفقرة 4 دقائق. أدري أنك أنت فيه كلام كثير، بس عشان تساعد الجروب كجروب في إدارة الفقرة يعني، ممكن هذه النقطة. طبعا عبد العزيز شهادتي فيه مجروحة دائما، في كل أسبوع يبهرنا بالإبداع. أيضا طاهر، طبعا أيضا طاهر الأكسنت واللهجة العمانية رائعة جميلة، وثقة عظيمة لدى طاهر، ثقة عظيمة. بس نواف
ما أدري في عندك مشكلة نواف اليوم أمس بتضايق من شيء في أحد مزعلك؟ لا بالله كذا حسيت إنه حتى يعني كأنك ما أدري كان كأنه شيء بلا روح صحيح. كأنك متضايق من شيء ما يعني لو واحد يشوف بيقول أحمد وعبد الرحمن مزعلين نواف قبل الهوى يعني حسيت إنك متضايق من شيء يمكن في شيء في عقلك أو كذا حاول دائما في المجال كلنا نمر بظروف كلنا نمر بأحداث صحيح. لما تطلع الهوى تحط هذا كله على جنب وتبدأ صحيح. هذا هو بس يعني كان مبين إنك متضايق من شيء إذا أنت في شيء بزعلك الله يفرج همك والله يسعدك دائما وأبدا بس الله هذه الملاحظات يعطيهم العافية بيض الله وجهك الله شكرا لكم في فيها نقطة بسيطة راح أتكلم عنها إن شاء الله نهاية الفقرة كيف أبو سلام تمام صير نفسك بعد عندي فقرات كيف عندي نقطة بس بعد إن شاء الله حتى أنا صير مفاجأة زين تمام أنا بعد عندي ملاحظة بس بقولها وآخر شيء طيب ناخذ تغريدات على السريع يقول لك جبر وبداح حبيت التمثيل وحطين وهذا الفيس كذا يقولون أيضا يقول إحساسي يقول اللي بياخذ أعلى تقييم اللجنة صد صد وفي تغريدة بعد تقول مجموعة بداح فيه تقاطع في الإلقاء صح في الحوار هناك لما صار النقاش نفس بس هو الدور عنه. كان يستدعي تقريبا يستدعي أنه يكون كذا أنه الأخ نواف هو الأخ اللي كسر المجاديف وهذا قاعد يطلب تعرف دائما اللي دائما يحب يخرب فالدور كان يستدعي هذا الشيء جميل وهذا اللي تكلمنا عنه وما شاء الله تبارك الله الجمهور فيهم نقاد وما شاء الله تبارك الله عين مرة واسعة على بعض الملاحظات لدرجة أنه أحيانا هم يسبقوننا وإحنا نسبقهم على الملاحظات هذه وما نستغني من تغريداتكم طيب أنا صراحة الجمهور يقيم أفضل من أي تقييم أتمنى صحيح. فقرة الإعداد يأخذون تغريدات الجمهور ويعرضونها على الشباب عشان يشوفون جمهورهم كيف قاعد يقيمهم صحيح نعم. وهذا اللي نشوفه حنا تغريدة أخيرة تقول سعود إدارة حوار ولا أروع نشوفك بالبزنس نقول إن شاء الله بإذن الحي القيوم طيب المجموعة الرابعة الرابعة اللي هي مجموعة علي وسلطان المجموعة الرابعة اللي هي مجموعة أيمن أيمن سلطان علي ناقصهم واحد لازم أربعة أنتم ثلاثة لا ما أربعة لا لا المجموعة الرابعة برضو الخامسة أربعة بعد ثلاثة عفوا تقاسموا يعني صح أنتم ثلاثة صح إيه إيه تمام مضبوط النواف ما جاء يعني إيه عليكم السلام صوت صوت المايك مستعدين؟ بسم الله بسم الله نبدأ خليه شغل ماي إلى خاص ضبط يلا تعالك تعال يلا شو معناته طول الكاميرا ظهوركم يلا روح صباح الخير صباح النور كيف الحال وكيف أصبحت؟ صباحي زين بدون شوفة وجهك شنو اليوم مشكلة علاجك؟ عليك مني كل ما جلست كل ما قمت لك قدام وجهي السلام عليكم السلام والرحمة السلام يا هلا يا هلا ومرحبا هلا يا هلا ابو وليد يا ايمن شلونك؟ طيب طيب الحمد لله يا حياه الله شو ما زانت الجلسة؟ يبا والله بتابع مباراة عط اخوك الفنجان شلونك يا ايمن؟ يبا عندي مباراة دقيقة خذ راحتك خذ راحتك صب اقرب كم مرة اقول لك اقرب؟ امشي ما عاد ابي اقاومك دائما دائما تسبدي ومبهذلني انت ما تستحي على وجهك ما تشوف اخوك عذر السماح اعوذ بالله ها ابي اشتري كبه
نجح. حول ولا قوة إلا بالله. تقدير ممتاز. ما تخليني أسولف مع أخوك. مبروك. نجحت. مبروك. ممتاز. إيش فيك؟ أمش. عساك نجحت. نجحت بس والله نجحت دفوني ونجحت بس وانت وين مبروك هديت؟ نجحت بس هديتك وين ابشر بالهديه انا انجح وش تبي الهديه هديت. بس ها وش تبي الهديه يا وليدي ابي السياره ابشر بالسياره اعتبرها عندك بكره اليوم اروح اخذ قرض واجيك السياره بكره يا ربي السياره ولا اجي لخاطرك يا ولد الله يهين قال ما ها حمز رجلي أعطني ماء خلنا عليك أيمن يا وليدي أنا علاجي في الصيدلية جبه لي شون علاجي علاجي في الصيدلية بكرتون أزرق قم يا وليدي علاجي في الصيدلية بكرتون أزرق أحولتك وحيد والله ما أنا فاضي علي علي شوف أبوك أزعجني يا ولد شوف العلاج ولا شوف تصرفة أنا ما أشغل فيه ها؟ لا تقول لك تكعب بس تكعب نشرب الشر الشر ما يجيك ما أدري يا أبوك أدري إني ظلمتك وأدري مقصر في حقك ومفرق بينكم والمقصد المشهد ذا نحن نوصل رسالة لكل أب إنه ما يفرق بين ولده ولده الثاني لازم تسوي بينهم لا تخلي واحد أفضل من الثاني حتى لو هذا أطيب من ذا اجمعهم عطهم الكلمة الزينة وانصحهم انصح مقصر وانصح الطيب قدام بعض عشان هذا يتعلم من ذا عسى الله يخليهم البعض إن شاء الله ولا يفرق كل أخو عن أخوه أنت هيد بيض الله وجهه مع أن أحرقني بس سؤال الفكرة فكرة مين؟ فكرتنا والله أن الثلاثة أنا وصلت ترى صرنا يومين الموضوع يومين موضوع أكبر من كذا المشهد كان أكثر من كذا أنا وعدت كموضوع بقى. يعني أنه يستعد موضوع أنه الأب اللي يفرق بين ابنه بين ولده ولده الثاني فكرة مين يعني جميلة كذا هي؟ ها؟ فعلا الفكرة إحنا بغينا نسوي المشهد البارح أصلا المشهد وقتها أكثر من كذا بس احنا اخترنا لكن الفكرة مرة جميلة أنا أحب الصراحة الأفكار اللي تكون خارج يعني ما تتوقعها أنت بنفس الوقت تكون واقعية في أشياء كثيرة بحياتنا تلقاها يعني تتوقعها أو قد مرت عليك لكن في أشياء واقعية ما قد مرت عليك فهذه من الأفكار الجميلة اللي فعلا مبهرة نفس ما سوى سلطان قبل أتوقع أنه لما سوى موضوع عن الأخت فهذه نقطة مرة أعجبتني التقييم عندك أستاذ صراحة أنا زعلان عليهم ثلاثتهم لأنهم جننوني فعلا ثلاثتهم كان إبداع بغض النظر أنت رجع للمشهد وخلي المشاهدين يرجعون للمشهد أبدع سلطان بشخصية المتكبر صحيح. المتسلط أبدع علي ويحتاج الله يستاهل تصفيق استاهل أنه من جد قاعد يمثل دور المنكسر الضعيف المقهور والساكت احتراما لوالدينا وأبدع أيضا أيمن بنفسية الأخ اللي شايف نفسه ولا طاق خبر حق أحد صراحة ثلاثتهم أبدعوا وفعلا يعني مني أنا وأنا ما حين أعلنها أقول لك هذين الثلاثة بتساويه وماخذين يمكن من أعلى التقييمات يمكن اللي بيفرق ملاحظات الإخراج هي اللي بتفرق لأنهم ثلاثتهم فعليا أبدعوا فعلا. صراحة يعطيهم العافية يعطيكم العافية بيض الله وجهكم طبعا سلطان دائما كوميدي بالفطرة وما يتعطل في تقمص أي دور ما شاء الله عليه لا جاني علي الحين خلاص لا تبغى الله يوفقك يستاهل والله المجموعة هو يمكن صادف إن الجروب أصلا جروب تمثيلي يعني هم لما سحبوا الأرقام لما انسحبت الأرقام هم الثلاثة ممثلين طلعوا مع بعض بس إنهم أبدعوا صراحة طيب المجموعة الخامسة وناخذ تغريدة على عجل يقول مجموعة إبداع أبدع وصرع في وقت قصير فكرة أو فكروا بحوار ولا أروع وجميع المجموعات اللي شفنا ما شاء الله تبارك الله أستاذ أحمد الفكرة كانت
يعني وليدة اللحظة. صحيح. اللي شفناه ما شاء الله تبارك هذا هو أنه ترى في دقيقة أو دقيقتين صيغ السيناريو وصار هذا كله في أقل من دقيقة. عليكم السلام ورحمة الله. السلام. عليكم السلام. مساء النور. النور. هو هي ميزتها المفروض طال عمرك انكم تعلمونا ولا تعطونا مثل اول محاور كل واحد يجهز. هي ميزتها انه يعطيك بلحظاتها وتبتكر. سو زعلانين المجموعه الاولى مساكين شي يقولون ما مداهم. اللي اول ناس طلعوا يعني انتم. لا بالعكس مجموعة. احنا والله بالعكس اللي بيكم طال اعماركم يعني تعطونا خبر قبل. هي ميزتها انه كذا يعني احنا اعطيناكم الوقت الدقيقه هذه يعني علشان والله احنا ودنا نقدم الافضل والافضل وان شاء الله الامور زين. الخير وبركه واللي شفناه من الشباب ما شاء الله تبارك الله. طول عمرك يرحم والديك. ما عليكم ما. نبدا؟ يلا. بسم الله. طيب بسم الله. السلام عليكم. ارحب. مرحبا. ابقى الله حيك. مرحبا بس. اسمعوني يا شباب عندنا اعلان شاهي. ايوه. شاهي الشاي. ها. بصور سناب معي واحد بصور سناب والثاني خلوه معكم باجي عاد. التسويق تسويق نزل عندي رفل بس افضل شاي في العالم ابشر والله هو ثقه اكيد هو ثقه انا نسيت هو ثقه بس احنا نبي نعطيه افضل وافضل ازهل ازهل التسويق عندي بريال والله بسعد ازهل ازهل شو قايل يا ابو حسن السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اسعد الله مساكم يا اهل السناب يا متابعيني الاعزاء معنا اليوم شاهي الشايب شاهي سيلاني ما مثله شاهي تشربه تروق تحس انك في عالم ثاني شاهي خلنا اصور لكم مكونات الشاهي وصنعه من وين مكونات ورق شاهي سيلاني نغي من سريلانكا طريقة اعداد الشاهي لتر لكل ماء بعد غلي الماء ومن ذا السوالف وعاد بناخذ الشباب مجربين الشاهي والشباب يعني ما شاء الله بتشوفوا رأي الشباب بعدين برجع لكم يلا يلا مشوار بسعدك يلا بجيك مشوار الحين دوركم يلا اجعله اسعد الله مساكم متابعين الاعزاء الحين مع الشباب السلام عليكم ورحمه الله وبركاته مرحبا بكم يا شباب مرحبا يلا اقول حاجة. اشكرك على هذا الشاهي ايش رايك في الشاهي يا رشيد الشاهي على كيف كيفك ان بغيت تمشي الكيلو اخذ الكوب بس الشاهي الشايب يمنعك من الشايب على كيف عبد الله شاهي ما يعلى عليه فأنا ودي من قوة الشاهي إنك تعطيني الجوال وعليك أمر أصور وأعلن وأحكي في سناب لا خلنا بس صور نبي أفضل أفضل حطني في سناب وحطه في سناب لا نبي أفضل أفضل نبي ها عطني الجوال تكفى يا بسم الله صور عطنيه عطني كرتون لا محتاج محتاج عطنيه 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 تكفى تكفى يا علي يا بسم الله بسم الله الله يسعد مساكم كل خير وحياكم الله شاهي الشايب سيلاني أسود خالص كارثة الكوارث ما في حيلة الشاهي ذا أنت لو تشتريه وتحطه في المجلس أتوقع أنك بتعين ضيوف ما عزمتهم الجوال وين هذا هو الجوال الشاهي دقيقة أنا ما بطلع لكم الشاهي أصبر شوي خلنا نتكلم عنه بعدين أرويكم كرتون الشاهي فالشاهي ذا اللهم صلي على النبي تشربه تحس أنك مسافر أنت ما بعد سافرت لأي دولة صح تشرب شاهي الشاي بتحس أنك في سويسرا في البلجيك في النمسا في روما أصبر خلنا أقلب الشاشة أصبر اللي جبت هذه ولا هذا الشايب شاي الشايب فيه العجائب والغرائب معبى في سريلانكا حتى سريلانكا انت ما زرتها يمكن ساعه تشرب شاي الشايب خلاص تغير المكان اللي عندك قد كانك في سريلانكا عبد الله جنف ذاك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته عبد الله وجهل انت رفعت به اسمه استاذ استاذ حمودي يا رشيد بصورك علي من الشاي يا رشيد يلا سعد الله مساكم تبعين الاعزاء شاهي الشايب على كيف كيفكم ما له شكل تبي تمشي 1000 كيلو وخذ الكوب و1500 خذ الكوب ونص شاهي ما له شكل على مسؤوليتك على مسؤوليتي ارفع الشاشه بس فوق واطلبوا حتى يجيكم في البيت دايركت بدون اي عوائق او اي شيء شاهي الشايب شاهي الشايب يفك اني شايب الله عليك شكرا لك رشيد بعطيك 2000 ريال بيض الله وجهك وانت بطيك الفيديو حق الإعلان بيض الله وجهك بيض الله وجهكم الله يعطيك العافية شكرا لكم أنا بستشيركم يا شباب أنا اليوم جاي أقدم الفقرة وأنا تعبان مرة مرهق و
وضعي مره يعني مو مستعد ومشتت. الحين لو انا اتكلم من اليوم الى بكره انتم بصير عندكم طابع اني انا ماشي، شوف وجهي متغير. لكن لو اقول لكم اني انا اليوم جاي طرب لي كوب قهوه اسبريسو وجاي مروق، شوفني استاذ احمد وداخل وانا مدندن وحط شماغي على كتفي مبسوط، تلقاني لو اسوي ما اسوي بتشوفون انتم مطابع الفرح والابداع هذا اللي شفناه من اول مجلس. وهم قالوا والله اليوم احنا ما استعدينا، ف تلقى انا مثلا قاعد متحمس لهم، فالرتم التقييم عندي خلاص. تلقاكم انتم كنتم مشدين وش عندهم، المشاهدين متحمسين وش عندهم، خلاص شيء ما استعد يعني. فدائما لا تبين نقاط ضعفك ايا كانت، سواء انت ما استعديت، سواء كان الوقت داهمك، سواء انت مريت بخطا، سواء لا تبين للمشاهد. ممكن انت تحس انك انت ما ابدعت، تلقاك احيانا تسوي شغله تحس انه انت ما ابدعت، لكن لما تطلع يقول الناس الله عليك انا. فدائما الناس هي تحكم، انت لا تعطيهم انطباع قبل ما تفعل. انت اعطيتنا انطباع الحين، تلقينا احنا اخذنا انطباع قبل ما تسوي. انتم هذه الملاحظه الوحيده عليكم جميعا، انتم مبدعين للامانه. الثلاثه هذه انا بنظري ولا بقصور بالشباب من افضل يعني ما شاء الله تبارك الله شعله، لكن هذه هي اللي قلت خلتكم انتم استسلمتوا يعني. هذه النقطه المهمه اللي عندي، باقي التعليق من الاستاذ احمد. يعطيك العافيه. طبعا ابدع الشباب اليوم، يمكن زي ما انت قلت صحيح، الانطباع الاولي يخلي المتلقي يبعد عنك. صحيح. دائما لما تيجي وتقول شخص انا تعبانه وانا مو مستعد، دائما لازم تكون حتى تكون رايق. اهنيكم طبعا، اهني علي، اهني عبد الله. عجبني عبد الله في نقطه، وعجبني رشيد. رشيد هذا اتوقع اذا صار ممثل المنتجين لازم ينتبهون له، دائما بيخرج عن النص، يقطع على عبد الله ويصور، بس عبد الله خذها بصدر رحب لما قال له وين الشاي وين الجوال، فهمت؟ فيجيبها بطريقه كوميديه المتلقي يقبلها، وعبد الله ما اهتز في هذا الجانب. علي ايضا كان اداء جميل ومرتب، اهنيكم ايضا. كانت يمكن البداية شوي كنتوا باردين، بس لغة جسد رائعة، ثقة بالنفس، وقفة، جلسة، كنتوا مبدعين كلكم صراحة، يعطيكم العافية. ما يعطيكم العافية. الله يحفظكم. شكرا لكم. ناخذ تغريدات بعدها نختم وناخذ النتائج. يقول لك على الله علي اللبدان وصوت صوت وأيمن فازوا بمسرحية، أهنيهم ضحكوني. يقولك صوت صوت مجرم تمثيل. طبعا الحين الدرجات ترصد، انا والاستاذ احمد بالاضافه الى الكنترول الموجودين. نلتمس عذرا لنواف، ممكن السبب العزاء الله يغفر لموتاهم ويرحمهم ويسكنهم في سعه جناتهم، عزيزين لاسر لنواف والاسره. فهذه جميع. ممكن اللي خلت انه نواف يجي وهو مرهق، فنلتمس له عذرا يعني. نذكركم أعزائنا المشاهدين بوقف كفالة اليتيم بمكة المكرمة التابع لجمعية روم الخيرية. فاصل بسيط وبعدها سم. أنا في شغلة قلت لك فيها، أنا صراحة توقعت أحد المجموعات يمثلون دور زوم. ليش ما استغليت الفرصة وطلعت حرتكم في شباب زوم؟ اتوقع كنتوا بتبدعون لو مثلتوا دور زوم، كنتوا بتبدعون يعني صراحه. اتوقعت لما انت اعطيتهم الخيارات فقره من فقرات جنتل، قلت في مجموعه بتمثل زوم. ابو يوسف انت بدك احد يصلخهم شكلك. مين هم زوم؟ زوم يبغى لهم والله، يبي لهم. نرتب الحلقه الجايه للشباب، يبي لنا الحلقه الجايه نهاجم زوم. هم متخصصين يهاجمون الشباب، لازم احنا نسوي حلقه نهاجم برنامج زوم. يبغى لهم، شايفين نفسهم. شوي فيهم تكبر، مو امس تكلمنا عن التكبر يا شباب، شوي فيهم تكبر الشباب. الله يسلمك. ولا ايش رايك؟ والله ما ادري، انا طالع منها يا استاذ احمد. نسوي لهم حلقه خاصه ونهاجمهم، بس لا تعرف انا ايش اقصد؟ دائما الشيء اللي يستفزك حلو انت تبدع فيه اكثر في هذا الجانب، وممكن كنت تقدر توصل رساله عن طريقه. يمكن عبد العزيز سال طاهر
ايش رايك في فقره زوم؟ عطاهر شكله كان واضح خايف منهم، مدحهم شوي، قال احسن فقره من الفقرات. مع انه قبل اتوقع انه جالدهم شوي. يعطيهم العافيه. يعطيك العافيه استاذ احمد. تحياتنا لشباب فقره زوم، يعني ما نقدر نقول فيهم شيء. حبايبنا والله، بس حبينا نحارش الوضع شوي. شوي. شكرا لكم يا شباب، مبدعين جدا جدا. انا استمتعت على الصعيد الشخصي، كذلك اكيد اعزائنا المشاهدين. فاصل. حلمنا يكبر ونعيش الأمل وأكثر، نزرع قصة وتثمر جنتلها مع جنتل فرق أسلوبك الراقي يا جنتل هو الباقي، تبلغ كل الأفاقي جنتلها يا جنتل. أنت صاحب الغالي عند منزلك عالي، عيش المر مع جنتل، جنتلة مع جنتل، جنتلة مع جنتل. لمتنا وخوتنا، فزعتنا وطيحتنا، ضحكتنا ودمعتنا، جنتلها مع نزرع قصة وتثمر جنتلها مع جنتل فرق أسلوبك الراقي يا جنتل هو الباقي، تبلغ كل الأفاقي جنتلها يا جنتل. أنت صاحب الغالي عند منزلك عالي، عيش المر والحالي جنتلها مع جنتل، وخوتنا فزعتنا وطيحتنا ضحكتنا ودمعتنا جنتلها مع عيش الأمل وأكثر، نزرع قصة وتثمر جنتلها مع جنتل فرق أسلوبك الراقي يا جنتل هو الباقي، تبلغ كل الأفاقي جنتلها يا جنتل. أنت صاحب الغالي عند منزلك عالي، عيش المر والحالي جنتلها مع جنتل، وخوتنا فزعتنا وطيحتنا ضحكتنا ودمعتنا جنتلها مع أكثر. نزرع قصة وتثمر جنتلها مع جنتل فرق أسلوبك الراقي يا جنتل هو الباقي، تبلغ كل الأفاقي جنتلها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لأني أحبك أخي المشاهد، أحثك على وقف اليتيم في مكة
300 ريال تكفي اليتيم طول الحياة. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أنا وكافي اليتيم كهتين في الجنة، يعني أنت مرافق للرسول صلى الله عليه وسلم. لو أنك رايح المحل تشتري أشياء كافي مطعم بتدفع أكثر من 300 ريال، ف 300 ريال تبقى معك طول الحياة. فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، وأخوانك وأصدقائك وبني عمك بعضهم ما يعرف عن الوقف، فعلمهم ولك الأجر وأجره عند الله عظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقف اليتيم بمكة التابع لجمعية الأيتام برفحة، لنا مع هذا الوقف ومع الأيتام قصة أيتام. نعم، لما قتل جعفر استشهد جعفر في غزوة مؤتة، ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته إلى ولده، وكانوا صغار عبد الله ومحمد وعون وأولاده، فأخذه النبي ودعاهم وشمهم وقبلهم وعانقهم، فإذا بأسماء بنت عميس تصيح، فنظر إليها النبي صلى الله عليه وسلم، قالت تخافين عليهم الضيعة؟ قالت نعم يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا وليهم في الدنيا والآخرة، أنا وليهم في الدنيا والآخرة. الله الله الله، ما أجمل نتولى الأيتام من خلال هذا الوقف، نتولى هؤلاء الأيتام من خلال أن نكون عونا لهم، أن نكون بابا من أبواب الخير لهم. وطوبى ثم طوبى لمن أدخل الفرح والسرور في نفوسهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عندما سئل عن أحب الأعمال إلى الله قال سرور تدخله على مسلم، فكيف بك إذا كان هذا المسلم هو يتيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله مساءكم بكل خير. اكفلوا اليتيم ب 300 ريال لوقف مكة المكرمة، فأقول تصدقوا يا أهل الوفا والمواقف، وقفة لوجه الله تراها عظيمة، أنتم لها يا أهل الكرم والمواقف، والمال دون الخير ما فيه قيمة. أنا سعيد جدا اليوم بوقوفي في هذا المكان لأحث نفسي أولاً وأحثك ثانياً إلى وقف اليتيم في مكة. 300 ريال تكفى اليتيم مدى الحياة، 300 ريال قاعد أخسرها أنا وأنت في الكمريات، واليوم لما تدفع 300 ريال في وقف اليتيم في مكة لها أجر عظيم عند الله سبحانه وتعالى. فأسأل الله العلي العظيم الأجر والتوفيق لي ولكم، والله يجزاكم خير. للمساهمة في وقف اليتيم بمكة التابع لجمعية رعاية الأيتام برفحة عبر مباشر راجحي، ادخل تطبيق مصرف الراجحي، اختر تحويل ثم تحويل لجمعية خيرية، اختر جمعيات رعاية الأيتام والخدمات الصحية، اكتب في خانة البحث الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام برفحة، اختر حساب وقف اليتيم، اضف المبلغ اللي تبي تساهم به واضغط تأكيد، وراح تجيك رسالة التأكيد على جوالك. أدخل الرقم ليتم لك الخير بنجاح، وارسل لنا رسالة على الواتساب، وتذكر حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم أنا وكف اليتيم بالجنة كهتين. السلام عليكم. أخوكم نواف مخلفي الحربي، خريج ثانوية عامة ومدينة السكن
الرياض. نواف رجل بسيط لا يتكلف ولا يتصنع ولا مشيها على طبيعته. حدثك عن شخصيتي في سطرين. نواف على طبيعته زي ما قلت لك رجل لا يحب التكلف ولا يحب الرسمية. الموهبة منشد ومهتم في المجال الفني ومهتم في الشعر وخصوصا فن القلطة أو فن الرد. أعد الجمهور بالعلوم الطيبة إن شاء الله وبما يسرهم وبما إن شاء الله يبقى لنا أثر طيب عندهم وشيء يشفع لنا بإذن الله. أنا إرشاد بن طحوس، العمر 22 سنة، من سكان منطقة الرياض وخريج دبلوم. شخصيتي رجل مرح وأملك ابتسامة حلوة والخاطر وسيع. موهبتي هي التمثيل، رجل أحب التمثيل وأشوف أني متقن في التمثيل. أعد الجمهور أن إرشاد جاي يقتبس نسخة جنتل باسمه. أنا عبد العزيز بن رباح، مهندس، خريج جامعة الأمير سلطان بن عبد العزيز محافظة الخرج، تخصص شبكات، شريك ومؤسس طموح للاستشارات الإدارية والمالية والتسويقية. شخصيتي يمكن مثل ما ذكرتكم طبعا في البرنامج، بداية دخولي البرنامج وأساس دخولي في البرنامج كان شغف وحب في مجال ريادة الأعمال. طبعا أنا عضو سابق في لجنة ريادة الأعمال في غرفة الخرج، من الشباب اللي من ضمن مجموعات داعمين لقطاع الأعمال سواء من الشباب أو الشابات. موهبتي طبعا تقديم، متذوق للشعر. أعد الجمهور بإذن الله بعد خروجنا إن شاء الله من البرنامج، طبعا كل شخص رسم له أهداف. طبعا أنا رسم هدفي بدايتي في البرنامج وأثناء البرنامج وخروجي من البرنامج، فإن شاء الله بإذن الله بعد خروجنا إن شاء الله من البرنامج بيشوفون إن شاء الله الأشياء اللي بتصرهم. معكم أخوكم الصغير طاهر بن محمد بن عبد الولي باوين من سلطنة عمان من محافظة ظفار وتحديدا من ولاية طرفوت. أنا طاهر على طبيعتي إنسان هادي، إنسان كوميدي بعض الأحيان، موهبة الإنشاد ومتذوق للشعر ومحب للرياليتي. أعد الجمهور بكل خبر طيب أني أمثل السلطنة غير تمثيل. نعيش الأمل وأكثر نزرع قصة وتثمر جنتلها مع جنتل فرق أسلوبك الراقي يا جنتل هو الباقي تبلغ كل الأفاقي جنتلها يا جنتل أنت صاحب الغالي عند منزلك عالي عيش المر والحالي جنتلها مع وخوتنا فزعتنا وطيحتنا ضحكتنا ودمعتنا جنتلها مع أعزائنا المشاهدين، عدنا لكم مرة أخرى في ريتينج والإعلان عن فارس هذه الليلة. أعلى تصويت خلال هذا الأسبوع وثاني أعلى تصويت وثالث أعلى تصويت. طبعا المركز الأول راح يحصل على حصانة بالإضافة إلى 3000 نقطة، الشخص الثاني راح يحصل على 2000 نقطة، الثالث راح يحصل على 1000 نقطة بالإضافة إلى من هو أعلى تقييم في هذه اللجنة. للأمانة
اللي قاعد أشوف يعني ما أخفيكم وأنا جاي شوي شادها حبتين، لكن أنتم قلتوا خيبنا آمالك يا عبد الرحمن هد، ترى احنا كفو وأنتم كفو، بيض الله وجيهكم. فاللي شفت هنا ما شاء الله تبارك الله شيء يعني وتطور مرة 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 ملحوظ، فأهنيكم. طيب تبون الإعلان هنا ولا عندنا ولا وين؟ عندي؟ ونقول ألف مبروك أو ناخذكم حبة حبة؟ طيب حياك الله يا بداح، تكمل ولا تجلس؟ والله على راحتك. وش ودك؟ أنا ودي كمل، أحب أكون واقف جنبك. يا جعلني هداك. طيب استريح شوي وجبر تعال. ها؟ هلا ول. الله يبقيك. السلام عليكم. هلا والله وغلا. والله ما حد قدي جمع عبد الرحمن. يا حظي. هلا. مرحبا. الله يبقيك. هلا والله مرحبا. من تبي ناخذ؟ أنا ودي بداح. أنا ودي والزمن ضدي، ونقول تعال يا عبد العزيز من رباح. الله. إيش ذا المصطلحات ما شاء الله. أرحب يا أبو رباح. أرحب يا أبو رباح. هلا والله غلا. قامتين مرة متميزتين. الله يرفع قدرك. متألقين وما شاء الله تبارك الله بشوشين. يا حبيبي. ونقول تعال يا تعال يا صد صد. عسى ما شرت عرج. وش بلاك وش بك؟ سماشة ما تشوف شر يا بعدي قدامك العافية. حلقة المايك مفتوح أو تمام؟ كل شيء مفتوح. كأنه مقفل صح ولا ما؟ ورا نص الكلمة انقطمت. لا أنا أو صوتك أنت قطع شوي. صوتي شوية. إيه طيب خصمنا من كم خصموا منك؟ أوف لا لا من عندي ذي معلش. سري أنا أوريك. طيب ونقول كم تبون من العدد أنتم؟ ثلاثة كويس؟ لا لا الرابع زحمة كذا ولا زين؟ لا جدنا. لا شوف الرابع. ونقول تعال يا تركي الغويزي. أوه ملك الحسن. تعال يا تركي. أرحب يا أبو غويز. أبقى. السلام عليكم. أرحب يا تركي. اثنين من المبدعين. برضو اثنين من المبدعين. ثلة من المبدعين. ناخذ لنا واحد ولا ما ناخذ؟ لا يبيع. والله ما ارد خاطرك شيء ونقول تعال يا بداح. حلوة. تعال يا بداح. كذا انا اسحب الوضع خطوتين وخليك هنا يا بداح. خمس اشخاص وخمس نجوم وخمس مبدعين، منهم راح يكون أعلى تصويت والشخص اللي راح يحصل على حصانة بالإضافة إلى 3000 نقطة، وبعده الشخص الثاني اللي راح يحصل على 2000 نقطة، والشخص الثالث اللي راح يحصل على 1000 نقطة بالإضافة إلى أعلى تقييم هذه اللجنة. الشخص اللي راح يحصل اللي راح ياخذ الحصانة راح يمشي من هنا أموره طيبة، يفكر الأسبوع الجاي ايش راح يسوي. قضينا. لكن النقاط قد تكون أنت في دائرة الخطر وتطلع، وشفنا قبل الحلقات اللي قبل كانوا في ناس عليهم خصومات كثيرة جاهنة وبدع سواء بأداء المسرح ولا بالتصويت الجمهور وأخذ له نقاط وراح برا الأمان وصار الوضع تمام وغرد وقال يا سلام ونقول ألف مبروك يا. طيب نبدأ أول شيء وش تبون حبة حبة؟ تقييمة. تقييم اللجنة الصح الشخص المبدع الشخص المتميز الشخص اللي من أول حلقة من يجي هنا ويعطي الحلقة حقها قد ما يقدر، شخص متفائل شخص طموح أشوف فيها النجومية، شخص مبطع، ونقول ألف مبروك يا صد صد. كفو استاذ. كفو يا معلم. يا استاذ. يعطيك.
الشياطين. لا لا مشاطين الشياطين. الشياطين تستاهل حب الشباب. تستاهل أسرع شباب تكفون. اليوم كانكم كثيرتوا. سلام سريع. يستاهل صدصه ويستاهل المحبة. عبد العزيز أخذ العصا واضح إنه الوضع متوتر. شكلك حاطني تمويه أنا هنا. ما أدري. أحس. يا زين يا زين ابتسامة. طيب زين أيامك. طيب كيف الوضع؟ الوضع تمام. تبي تجلس ولا تبي تمشي؟ لا والله انا بروح اجلس مع اخوي. مو كويسة انك تاخذ لك افضل اعلى تقييم واعلى تصويت؟ ترى لها طعم من حصلت يا سلام سلطان لها طعم ولا ثاني ولا ثالث ولا تقول خلاص انا اكتفيت؟ لا والله يجي المنافسة المنافسة وهي احلى منها. عطنا مجال يا ابو تركي طال. والله ابشر بالسعادة. كان تبيني اعطيكم المكس حق عبد الخوي. الرجال اخذ اول اعلى تقييم في بداية البرنامج اول اسبوع. الله يجعل ابوك الجنة يا ابو راجح. المشهد ترى ما نجح مني انا. نجح من الله ثم من اخوي علي واخوي ايمن. وطالب انا الادارة من المنبر ذا. انهم يعطونا مجال والله العظيم يشوفون الابداع ويشوفون المشاهد اللي مؤثرة واللي نوصل الفكرة. واللي فيها قدها وقدود وقلت قبل وشفنا وتميزت يعجبك الجنه مبدع دائما تستاهل تبيض الله وجهك الله يعطيك العافيه وشكرا لك هنا الحصانه وهنا 3000 نقطه وبين هذه النجوم 2000 نقطه و1000 نقطه وللاسف شخص يقول اليوم هذا مو نصيبي من نقول يا عبد العزيز ولا يا جبر ولا يا ابداح ولا يا تركي وش الوضع يا عبد العزيز؟ والله الوضع كله ما شاء الله تبارك الله فيهم الخير والبركه وانت ايضا فيك الخير والبركه وانا فيني الخير والبركه وهم يستاهلون وانا استاهل والتوقع والله توقعت للامانه كلنا على قولتهم شاد احنا الحين وصلنا اليوم ال 54 الوضع صار اشتد شوي اكيد البرايم الاخير انا ترى ايدي على قلبي أوه. الأسامي مرة قوية 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 الموجودة ما شاء الله النجوم هذه مو أسامي سهلة يعني المنافسة شرسة والمنافسة شرسة في كونك أن تطلع بحصانة أمورها مرة والله نتمنى التوفيق وإن شاء الله يا رب الله يكسب لي في الخير أنا دائما أحب أجرب جبر 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 أبو راجل لا إن شاء الله نمهنا الأخير بإذن الله اللهم الله يزين الأسبوع راح أنت كنت في البرايم ولا ما كنت؟ كنت في البرايم طيب الحصانة كويسة لو أسبوع هذا قلت بلاش برايم والله أنا الأسبوع هذا أموري طيبة أتمنى الحصانة في أسابيع قادمة وإذا جت اليوم ما هي مشكلة تدري عن النقاط عندك أمورك زينة ولا؟ أشوف أني يعني ماشي في الفقرات وحاضر الصلوات أموري طيبة الخصم الخفي والله هذا اللي ما أحسن من حساب هذا اللي ما أحسن من حساب بس أتوقع أني أروح أجلس مع أخوياي طيب طيب يا طيب ونقول وناخذ راي كيف الامور عندي احساس انك مطلع لي كذا تمويه لا انت انسان مبدع الله يطول متميز مثل بقيه الشباب كاريزما مره رائعه لب عينك اتعلم منك البرايم الاسبوع اللي راح كيف ثاني لا تنشد خليه يروح اول مره تجرب برايم صح اي في فرق انك تقف على المسرح اليوم توج بالحصانه وانك تقف تخاف انك توده يعني ان شاء الله البرايم جربته خلاص جربنا وان شاء الله ما نروح لثاني مره طيب الاسبوع هذا تقول انا خلاص برايم بنطه حصانه نقول ان شاء الله يعني الواحد ما يقدر يقيم نفسه لكن على حسب اللي انا شفته ان شاء الله اموري كويسه طب اختصرها بكلمه واحده لو جتك الحصانه الاسبوع الجاي ان شاء الله ايش تقول يعني لو اعطيناك الحصانه الحين الاسبوع الجاي وش اقول يعني اي للجمهور طبعا الجمهور هو التصويت اللي اعطاك الحصانه الجمهور هو سلاحي يعني انا في هالبرنامج سلاحي الجمهور اللي انا فعلا يحرجني دايم بمواقفهم الطيبه
ودائما اقول ان شاء الله باذن الله ان شاء الله اني ارد ولو جزء بسيط من جميلهم علي، لان الجمهور هو كل شيء عند ابداح. بيض الله وجيهم، انت تستاهل يا ابداح، تستاهل الطيب. ونروح للملك الحصانه تركي. أوه. انت اخذتها مرتين صح؟ ثلاث مرات، الرابعه خامس انتظر بعد اكثر. ما يرحم، دائما يقول مرتين والثالثه ثابته، يبي سوبر هاتريك بعد. لكن اذا صارت ثلاث معناته ان الوضع الحمد لله هذا بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم بفضل المجموعه هذه اللي معي هم اللي وضعوا تركي في هذا المكان، ولولا الله ثم لولا اخوياي وميانتنا والقرب من بعض ما كان وصلت الى انا ما وصلت اليه. تستاهل. ولا انسى الناس الداعمين اللي ورا تركي بيض الله وجيههم، ولهم استغرب الثلاثه فرسان ذول اللي هنا منافستهم شرسه، والحمد لله ان اللي جالسين اكثر يعني ما ينافسوا هنا على المسرح. واتوقع ان والله مجموعه قويه. والله اتوقع انا قاعد اشوف انك ما انا قاعد اشوف اليدي بتقول كذا. اليدي انا هاتريك ومرتبك. لا لا ماني مرتبك. انت ما قد طلعت برايم؟ انا لا الحمد لله. يعني لازم المره هذه لانه البرايم خطر. جرب. كيف قال ابداع شعور جميل ترى البرايم. شعور مره جميل لكن قد يكون والله كل ما ضاقت الدائره كل ما صار البرايم اخطر من البرايم. يقول لك ضاقت علي فلما استحكمت حلقاتها. طيب راح نعلن عن، خلنا نبدا بالشخص الثالث. ثالث اعلى تصويت خلال هذا الاسبوع، ما راح اطول بالسالفه اكثر، شخص جميل، شخصيه بشماق دائما لبقه، متميز، مبدع، مبتكر، انسان جميل. نقول الف مبروك عبد العزيز رباح. يستاهل. تستاهل يا عبد العزيز. ألف نقطة. مرة لذيذة. اي والله بركة. حلوة وبركة، أمورها طيبة وكلمة بسيطة. أول شيء أشكر باسمي واسم إخواني وابن عمي كل من دعم، كل من شجع عبد العزيز بإذن الله. صحيح الحمل شوي ثقيل والمنافسة مثل ما قلت اشتدت ما بين الفرسان، وأسأل الله إن شاء الله لي وللزملاء إن شاء الله التوفيق، وأن نقدم اللي يليق إن شاء الله بالمتابعين. أنت تستاهل. وشكرا لك المرة. أنا دائما سعيد والله حتى لو أطلع المسرح وأنزل تواجدي معك، والله شهادة حق. يا حبيبي والله شهادة والله. مرة فوق راسي. وشكرا لك إنسان متميز. شكرا لك يا حبيبي. تميز لك التوفيق يا شباب. أبقى تستاهل يا عبد العزيز. أكيد في واحد كمبار صار ما فيها كلام. أتوقع أن أنا. أنت أتوقع أنت أكيد الحصانة. ما شاء الله ما شاء الله. ما راح شوف لنا حلال شيء. طيب الحين نبدأ بثاني أعلى تصويت. طبعا منكم أنتم راح يكون، طبعا إحنا بقينا الحصانة وبقي لنا ثاني. طيب ثاني أعلى تصويت، أبعد شوي عشان ما تشوفوني، وحصل على 2000 نقطة خلال تصويت هذا الأسبوع، وهو نواف عقاب. يستاهل عقاب. يستاهل يستاهل يستاهل. ما شاء الله تبارك الرحمن. خبرني يخرب بيتك قوي يا ابو عقاب. حتى هو غايب. سم سم يستاهل وبيض الله وجهه. طبعا خبروني هنا انهم حاولوا يصحونه لكنه شكله تعبان او انه ما تعبان ومعذور ابو عقاب. ما شاء الله تبارك الرحمن. حاضر وغايب المراكز له. وغايب حاضر كلامه. استاهل ابو عقاب. استاهل. وشكرا لكم.
طيب الوضع كويس كذا؟ لا اتوقع فيكم بارس اثنين ما ادري ليه. تبون نريح واحد ولا نخلي الوضع كذا تمام؟ والله اللي تشوف. شوف شوف خلنا. انا طاهر عبد الرحمن سم خلنا كلنا اعلن بس نفرح اعلن خلنا نفرح ورا صاحبنا انا منهم كانوا موجودين. انا ما يهنالي لازم اشوفكم كلكم ثلاثة عندي نبه لازم تكون اكون كذا حولكم. طيب مرحبابك ونقول ألف مبروك لفارس هذه الليلة. هاتك دخلي رهيب أتوت اسمه خوف هو شخص متميز شخص جميل حصل على أعلى تصويت خلال هذا الأسبوع حصانة بالإضافة إلى 3000 نقطة ونقول ألف مبروك ولا نصبر شوي إيش الوضع يا أداء توتر آخر الدقائق ها تركي وش الأمور والله شفت كنا قبل شوي 5 على المسرح وكل ما ضاقت الدائرة كل ما صار الخطر أكثر توقفتني مع 2 خطيرين بصراحة كلهم يلعبون على أطراف إبداع اسمع ثقيلة كويزي هاتك يفكر السوبر هاتك عليك زود جبر انا والله غريب علي انا مكبور اخواني الكبار لو بديت اتعداه كلكم بكم الخير والبركه ف وهذا هو تصويت خلال هذا الاسبوع قاع بين اثنين هذا الشخص اللي راح يحصل على حصانه بالاضافه الى 3000 نقطه ونقول الف مبروك تركي مطير طيب انا بتكلم خلوا ابو هتان يتكلم خلاص انكسر هذا كذا الكلمه الاولى اشكر اول شيء اشكر الله سبحانه وتعالى ثم اشكر والدتي الله يحفظها ويطول في عمرها ان شاء الله يا شباب يا عيال تكلم دقيقه عيال كمل كمل ثم اشكر والدتي الله يحفظها ويطول في عمرها واشكر اخواني واللي يقفوا معي واللي يدعموا وبداية أشكر قبيلتي القبيلة العريقة قبيلة مطير وأقول لهم شبت النار والغايب حضرها نارنا نار حمران النواظ نارنا نار حمران النواظ شبت النار والغايب حضرها شبت النار والغايب حضر نارنا نار حمران النواظ شبت النار والغايب حضرها شبت النار والغايب حضرها نارنا نار حمران النواظ شبت النار والغايب حضر شبت النار والغايب حضر نارنا نار حمران النواظ شبت النار والغايب حضر شبت النار والغايب حضر نارنا نار حمران النواظ شبت النار والغايب حضر شبت النار والغايب حضر نارنا نار حمران النواظ شبت النار والغايب حضر شبت النار والغايب
بحضر نارنا نار حبنا النواضر شبت النار والغايب حضر شبت النار والغايب حضر نارنا نار حمرنا النواضر عز يمطير يا ملالس المال ابو عقاب طيب. نواف عقاب تستاهل شاهد الغايب الحاضر يستاهل عقاب الف مبروك يا بالنيابه عن نواف كفو الف مبروك يا ابو عقاب استاهل ومن كثر نواف ما طفش من المراكز حتى هو نايم ابو عقاب ياخذ مركز كفو لا انسى جيش تركي جيش تركي اقول بيض الله وجيهكم وابشر بعجب عينكم ان شاء الله ومرة شكرا 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 استاهل يا اخوياي استاهل يا صدقان استاهل الطيب وعلى ما قال وابشر بعزكم الشيء اللي ببلاش بشلوبه لا بشلوبه تركي حلو انا ثاني ما اقدر هذه الاولى والثانيه عسى الله يوفقك كفو كفو ونكون عند حسن الهقوة والمشهد والله العظيم انا اطلق من كذا من البدايه يعني والله بداك والله يا ابو رايد يعني والله بداك والمشهد هذا من كذا وتشوف مشاهد قادمه جميله وحلوه شكرا لك يا يبه ويمه واخواني واخواتي ساكم شكرا جمهوري متسلطنين كفو يا ابو تركي كفو يا علي زمن قحطان ربع يا عيش ويستاهل وعودنا على الحصانة الثالثة والرابعة وإن شاء الله الخامسة وبارك لأخوي نواف عقاب أبارك للنجم اللي والله إنه يستحق إنه يكون نجم مو قصور في الآخرين اللي خذ المرة الثانية يعيبك في الجنة والله غريب عليه صدق مبدع وممثل ما شاء الله تبارك الله كوميدي من الدرجة الأولى فبارك لك الله يبارك فيك عندك كلام يا الربع يا سلام مبروك يا ابو تركي الله يبارك فيك تستاهل وتذكروا هالاسم قلت انا مره راحت واقول الحين ابو غويز الاسم هذا حطوه بوجه تركي في التمثيل خلال السنه ما شفتوه المركز على المستوى الخليج اكو على مستوى الخليج ان شاء الله ان شاء الله اسمع يا فايز مالك يستاهل حط كلمه محمد حي رجال يا ودي والله انك تستاهل والله اني اقول صادق الله يبارك فيك وابارك بعد للشباب نواف عقاب الثاني وابو رباح وافضل تقييم ابو تركي ما يحتاج والله انكم تستاهلون والله اني اقول صادق والله انكم تستاهلون على والله يوفقنا وياك اللهم امين تركي الف مبروك للحصانه سلام الله يبارك فيك ابو محمد ادعموك هم طير الين هم شايفينك قدها وقدودها واشهد ورا كلاب شفت ولا لا ما عليك زود وتستاهلون والله زود ابو محمد هذا مبارك لك جعل عمرك طويل وابارك للشخص الثاني حبيب القلب صدق اقسم يعني بالله انك تستاهل من اول حلقه يعني لا تمثيل ولا ابتسام ولا علوم غانمه كلها علمك يا سعود وصاحب القلب الطيب الله يجعلك الجنه والشخصيه الحلوه عبد العزيز الرباح يا حلو المثقف الكوميدي جمع الاثنين والله انكم تستاهلون يا اخوياي تستاهلون والله كل علم غانم الرباح الف مبروك تستاهل من لعاته ما يخليها وباقي كلمه باقي كلمه اقول والله العظيم قبيل الشباب يعطونا مجال قلها قلها المبروك يا ابو رباح الله يبارك تستاهل يعني والله فدوه والله العظيم من كتب الاسامي اللي صارت تهز المسرح كل اسبوع وانتوا ابو غيزي عايد المسرح واقول ان شاء الله انكم لين اخر يوم في التسعينات ودي ان كل رجال يطلع لكن ما قال من بغى يداحم الرجال يطلع معهم وثانيه ابارك اخوي وكحلان نواف عقاب ما شاء الله عليه حضر خذ مركز ونغاب خذ مركز وهي قريبة عليه هذا بعد الله وبعد فضل والديه وجمهوره اللي وراه النوادر واقول لهم ابشر بعزكم ترى نواف والله انه تعبه
واجتمعت نفسيتي شوي مع تعبي شوي، لكن لا قام ان شاء الله فرح المركز درنا فرحكم بتجي معنويته. حنا لها حنا لها حنا لها واي لاف يو. شكرا سو ماتش. بشر شمه يوم المعنويه عاليه ثاني على شدار بقل لا يقصر بماجوبي وماجوب بن بغالي على شدار بقل لا يقصر بماجوبي وماجوب هالرفيق المهاجر رفقته الا لابس علبات الود مقلوب هالرفيق المهاجر رفقته الا لابس اللي عبات الود مقلوب من بغاني على شد رفيق له لا يقصر بماجوب وماجوب الرفيق المهجر رفقته عله لابس اللي عبات الود مقلوب جمال معي والكره مشتاله المحر دب تبين الناس حر دوب لابس اللي عبات الود مقلوب لابس اللي عبات الود مقلوب يا رفيق يحد السيف ويسل لك المقفار رفيق حش عرقوب رفقة ما لها مذهب ولا مله يا الله العفو والغفران والتوب الله الله سلام صاحب بيض وجيهكم اي لاف يو شكرا بيض الله وجيهكم بيض الله وجيهكم تبين المسألة صحية ها مثل الحين وشي مصحيح ها كمل ها ها اي ما مش حقت عاوز ايه كمل يا جماعه معك عيش الحالي جنتلها مع جنتل لمتنا وخوتنا فزعتنا وطيحتنا ضحكتنا ودمعتنا جنتلها مع عيش الامل واكثر نزرع قصه وتثمر جنتلها مع جنتل فرق اسلوبك الراقي يا جنتل هو الباقي تبلغ كل الافاقي جنتلها يا جنتل انت صاحب الغالي عند منزلك عالي عيش المر والحالي جنتلها مع وخوتنا فدعت